بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر قناة الجزيرة لزيارتها مواقع المقاومة الشعبية في نقيل الفرضة وجبال المدفون، وأصبحت جزء من المقاومة الشعبية في نشرها للحقائق ونشرها لما يعمله أبطالنا في المقاومة الشعبية والجيش الوطني. كما نشكر قوات التحالف العربي لما تقوم به من تغطية بالطيران مع جنودنا وأبطالنا البواسل من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الوطنية. أخي الكريم، الآن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ممتد من نقيل الفرضة إلى مع الجهة الجنوبية إلى ما يظهر على منطقة محلي ومنطقة الرزوة، وتعدى جبل الحمرة وجبل الحريم والكحل والمدفون، وإن شاء الله خلال ساعات سترون المفاجآت الكثيرة يعني في التقدم. وأيضا مما يساعدنا كثيرا ويشجع المقاومة الشعبية والجيش الوطني لما نلقاه من ترحاب ومن يعني مساندة معنوية من إخواننا أبناء المديرية، حيث والكل يرحب بمجيء المقاومة من أجل رفع الظلم من الفئة المتمردة على الشرعية اليمنية. فبالتالي تجد أكثر أبناء المديرية متلهف ومشتاق متى تصل الشرعية، بغض النظر عن انتماءاتهم، لكنهم الكل يرحبوا بالشرعية من أجل الأمن والأمان والاستقرار. وهذا فضل من الله عز وجل وحنكة القيادة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. من هنا من منطقة ملح نشكر القائمين على قناة الجزيرة العربية، القناة الذين تنقل الحقائق والأحداث الصادقة. الحمد لله تقدمنا من قرود، والآن احنا غرب وادي ملح مطلين على الرزوة ومحلي والجبال الجنوبية إلى القتب، وإن شاء الله خلال ساعات نصل إلى نقيل بن غيلان، والتقدم مستمر والمعنوية عالية، وإن شاء الله النصر قريب. وحليف المقاومة والشرعية اليمنية والجيش الوطني، ونشكركم على تتبعات الأحداث أولا بأول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في منطقة براء، ونحن متجهين أو يعني من الجهة الجنوبية على محلي، والمنطقة تجاوزنا منطقة الفرضة بحوالي 3 كيلو من الجهة الجنوب. وإن شاء الله في هذه الأيام الضين نخلص ما بقي من المتمردين والخارجين عن الشرعية، ونطهر منطقتنا ونقدم على منطقة بن حارث وبني جرموز إن شاء الله، ونطهر جميع اليمن من المتمردين والخارجين عن الشرعية. طيب، ايش وضع المعسكر؟ المعسكر وضعه الآن يعتبر تحت السيطرة، محاصر إلا ما ندر، وهو محاصر ولا يستطيع أن ويفرون. الآن هو يعني على بعد كيلو من موقعنا الآن، وعلى بعد كيلو و200 متر يعني من موقعنا الآن، ونحن مسيطرون على الزفلت من الجهة الجنوبية، لا يستطيعون أن يتحركوا منها. طبعا نحن الآن كمقاومة شرعية و مع الجيش الشرعي أو الجيش الوطني تقدم كبير، وها نحن الآن محاصرين لمعسكر الفرضة من 3 اتجاهات، وإن شاء الله خلال الساعات القادمة يسقط المعسكر، والمقاومة مع الجيش ستتجه إن شاء الله نحو صنعاء نحو نقيل بن غيلان، وسيستمر
ستستمر المقاومة وسيستمر الجيش أيضا في تحرير هذه المواقع وهذه المناطق من المتمردين ضد الشرعية حتى يتم تحرير هذه المناطق كلها ويتم تحرير صنعاء إن شاء الله عز وجل ويتم تحرير كل شبر في اليمن إن شاء الله عز وجل. وهناك بعض الرسائل، رسالة للمشائخ، مشائخ القبائل، نرجو منهم أن لا يركبوا عقولهم ونرجو منهم أن لا يتمكن منهم الكبر والقمر، فندعوهم إلى أن يقوموا مع الشرعية وأن تكون لهم مواقف مشرفة فينضموا إلى الشرعية وإلى الجيش الوطني ويكون لهم دور كبير قبل أن تفوتهم الفرصة. وين جاء صاحبنا هذا؟ قام الدفتر حقه صورته ايوك شوفات اي حاجه تقولها لا تسويها والله نايت باتت عليهم في المستقبل عن كل سنه وعي جي قاسمه وجي شيرات بنتي جمعوهم لانه اصلا دخلت وفجاه لكن يخبوهم انا قلت لك تفضحهم ما توقعوا كيف؟ ما توقعوا الا ما توقعوا يقولوا لو يعني يقولوا لو يطلعوا لها انهم على لا يربلهم مش يضربوا الفرق وطي راسك معوا لها انا هذه اللي معانا هو ليش ما تسلعش انا هجم البرج هذا كلبك اللي كان يجول ريكويل كيف تبدا كيف خبيره ايوه هي طرحت هنا غير طايره قصرات قدم مياتي الا لا فيها ماشي وش ضاق الضربه ماشي قدم مياتي